بدا شخص اسمه كوالا. بدا ها بدا ما ادري كان في كوالا وكان في البوالا وعاشوا حياتهم حياة سعيدة وبدوا يتضاربون وكل شخص يمد يده على الآخر. لا تعالين ايش اسمه والله ما عاد فيني من تحرك والله اني تعبان الحمد لله انا كويس بس راس تايبان دكتور تايبان يعني هذا مشكل كثير. عاش 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 عاش. وذهب كوالا مع أمبوالا وقال لأخوه ماذا بك هكذا حزين؟ وإذا به يتألم ويقول لم أجد ما يؤويني من البرد القارس. وقال له وهو يتأمل حاله لا تقلق سأشعل النار لكي نحتمي بها وتكف عننا برودة الجو وصقيع الثلج. فرح كوالا وقام يهتف بابتسامة أوه أوه إنك تساعدني يا أخي لذلك سنعيش حياة سعيدة. وفجأة بلا أي مقدمات أتى الوالا وكوالا شيء عجيب. أتاهم أسد من الجبل وقام يطعن فيهم. الله يشغلك استغفر الله. قام يطعن فيهم ويضربهم ويأكل لحمهم وهكذا يتألم ويصيح كوالا لمبالا أخي إنني أؤكل لا أرجوك يعني أساعدك لا إنني أؤكل. قال له الأسد سأأكلك بكل ما فيك. الريت مو بالصياح ترى خلاص. وتألم جدا وعضه ونهشه ومات الأخوان في قريص صقيع البرد. يا إلهي إنها قصة مؤثرة. وتألموا وحزنوا. اسمع القصة الحقيقية. قصة حزينة. اسمع القصة الحقيقية يا معاذ. أيوه. لكنها